بس احنا في الاول هناكل ايه في الاول؟ باستا ميكست ريد اند وايت صوص. اوكي باستا بالمكرونه بالصوص الاحمر والابيض. الصوص الاحمر والابيض. اوكي يلا اتفضلي. وفيها خضار. طيب ايمن، عمرك رحت كونسرت؟ كنت عايش في انجلترا، فكنت بروح، رحت مادونا، رحت مادونا واسمه ايه ده مايكل جاكسون. في كونسرت كان نفسك تروحه وما عرفتش تروح وزعلان قوي، وايه اللي حصل؟ ليه ما رحتش؟ اي ثينك مادونا من قريب كانت عملت كونسرت ما قدرتش اروحها، بس انا بحب جدا يعني، حتى ستينج رحته كذا مره، مرتين سوري. فبحب جدا الكونسرت. حلو جدا جدا. طيب عمرك ركبت موتوسيكل؟ السنه اللي فاتت كان في ازمه بنزين في في في, في لبنان، فروحت اشتريت موتوسيكل. هيزعلوا منك. ماما زعلت جدا عشان من وانا صغير ممنوع الموتوسيكلات والحاجات دي. ف بس فيسبا يعني، بس برضه موتوسيكل اسوقها في لبنان، بس في مصر اخاف موت اطلع على في الشارع بموتوسيكل. بس حبيته مش يعني الشوارع في مصر عند لبنان يعني من الزحمه. لا والسواقه لا مش فارقه. السواقه عندنا هنا لا ما تبقاش ظالم. لا يعني اوكي ما بتقارنش. بس حاجه، احنا في مصر ما بنحبش المسافه يعني، احنا لازم نكون سايقين كده اهو جنب بعض. ما ينفعش، بنخاف نبقى عند بعض. احنا شباب حبيبي. طيب رحت ديزني لاند، ملاهي في اي حته؟ رحت ديزني لاند وانا صغير مع بابا وماما، انا عندي 50 كنت الحاجات المرعبه. بس انا كنت بخاف جدا من اللي بيلبسوا الكوستيومز دول، كانوا بيرعبوني. ف طيب مين اكتر حد بتحبه في شخصيه ديزني؟ ورحت يونيفرسال اخر مره من 3 سنين، بس مراتي وسام راحوا على يورو ديزني السنه دي، وانا زعلت ان كان بقول لها انت المفروض تاخديني انا مش تاخدي ابني. طب لما بتروحي الملاهي بتركب الحاجات الخطر والحاجات دي عن طبعاً مش طبعاً ما بتخافش؟ لا هخاف بس برضه هعملها. اوكي عندك روح المغامره موجوده. ديفينتلي. حلو جدا. زي رضوى، زي انتوا الاثنين نفس البرج. ايوه بالظبط، بنحب المغامرات. طيب عملت سكاي دايفنج قبل كده؟ عملت سكاي دايفنج اول مره، رحت احاول اعملها، اخذت ساعه ونص الكلاس اللي قبل ما نروح. بعدين كنت في انجلترا، كان في يعني الكلاود كانت جامده جدا فما قدرناش نطلع، فاللي حصل ان ما قدرتش اعملها. تاني مره بعديها بشهرين حاولت تاني، كان في سحاب ما قدرتش اطلع. برضو طلعت على دبي حاولت اعملها، ما كنتش اقدر علشان كان في عاصفه. اوكي. كنت بسافر في كرواتيا من كام سنه، طلعت عملتها، اول ما الباب فتح الصوت بيتغير، قلب بيقع. ايوه الفري فول. الفري فول دي هي عشان انا عملتها، ف احلى حاجه في الحياه. احلى حاجه. نزلت بصراحة. عثمان ابو لبن كان طالع بعديا، قلت له اطلع بسرعه بس ان انا هرجع اطلع تاني، وطلعت تاني. وبعد كده طبعا كنت طول الوقت نسرين على التليفون بليز دونت دو ات. بس طب بص انا هنا عندنا سؤال، على هل رقصت في المطر بما ان انت كنت عايش بقى في انجلترا؟ دانسينج ان ذا رين. انا رقصت امبارح في التجمع الخامس. ان الميه نزلت جوه البيت. رقصت على واحده ونص. يعني في الحمد لله صديقي كان قاعد معايا في البيت صورني بنضف وبشيل الميه، فكنت دانسينج ان ذا كيتشن. الله يسامحك يا امان، انا كنت هطلع من الموضوع ده. عايزه كان نفسي اعرف مشهد رومانسي ما بينك وبين نسرين، اكتر حاجه في الاول اول ما عرفتوا بعض. عارف ان احنا كنا بنعمل حسيت ان في حاجه انتوا مش بتهزروا. لا ما اعرفش. لا اصل عارفه كان ديرتي دانسينج لما بتجري كده وبيرفعها. ايوه فيلم ديرتي دانسينج ده، كنت بعمل كده مع نسرين، كنا بنحاول يعني، بس انا ما شاء الله عليا وقعتها كذا مره. بس حصل اي حاجه كارثه؟ كوارث. بس ودلوقتي برضو بنقعد نحاول نعمل حاجات، بس عشان ما بقالي فتره ما بروحش الجيم، ده السبب اللي انا هقوله. فما بعرفش ارفع بسهوله. طب احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل بس في الاكل. عكه ما بقولك. لا حطيت. لا قول لنا عملت ايه. معلقه ونص زيت، بعدين الخضار كله، بعدين معلقتين من الدقيق. لبن كوبايه، وميكس من التو تشيز والجبن اللي هي موتزاريلا وتشيدر. ايوه حطيت بصل. وحطيت بصل. حطيت البصل اللي هناك. سوري. اوكي دلوقتي لاش يعني دلوقتي هنعمل الصوص الاحمر برضو مع معلقه قوي بصل. وانا بقول لكل اللي بيتفرجوا علينا في البيت ما تعملوش اللي انا بعمله.
ليه على فكره ريحته حلوه. ليه الريحه حلوه؟ ريحه اكل هتبقى حلوه يعني كله مع بعض. بس انت اصلا بتحب المطبخ يا ايمن؟ يعني بتحب تطبخ وتعمل اكل جديد واختراعات وكده؟ جدا. بس ما كنت لما كنت عايش في انجلترا كنت مضطر اطبخ لنفسي. بعدين لما رحت قعدت في لبنان فتره ما بقتش اطبخ طبعا. اكل لبناني بقى مفيش احلى منه. طبعا طبعا. بس في وقت الكورونا ما بقاش بقى فيه ان نجيب اكل من بره ونعمل اي حاجه. فانا رجعت لحب المطبخ. وانا وناتاشا حبيبه قلبي ناتاشا سكيتشن كانوا بيضيعوني في البيت. يوم نسرين ايمن يوم ابني الكبير يقول لها في المطبخ مع ناتاشا. فانا وناتاشا قصه حب. بس بحب الحاجات الابل باي، منغوليان بيف، الحاجات الغريبه دي. الغريبه. بس برج السرطان بيحب الاكل وبيحب مش بياكل كتير. انا بحب نوعيات اكل. أيوة. يعني اللي هو مش بناكل اي اكل. بتحبوا تقدروا الاكل؟ بتحبوا البيت؟ بموت في البيت. انا بيتوتي قوي. انا بحب البيت. ايام السهر خلاص. بس يعني انا دلوقتي ما عنديش مشكله ما اخرجش خالص من البيت. اقعد في البيت مع نسرين والولاد واللي عايزني يجي لي. الولاد اكتر حاجه تهمك في حياتهم ايه؟ اكتر حاجه بتحب تركز عليها؟ بوزيتيفيتي. اي حاجه جميل. هيعملوها يبقى في مبسوط باللي هيعمله. للاسف احنا في الجيل دلوقتي بيحب الايباد والحاجات دي. انا بكره الموضوع ده ان بحس ان بيأثر على المخ. فهنحط الاثنين على بعض. طب احنا قدامنا دقيقه. فللاسف الشديد انا عايز اعرف منك انت في اي مشاريع قادمه لايمن قيسون؟ احنا حاليا بنتكلم في يعني بقرا ما بين ثلاث حاجات. فهنشوف ان زي ما قلنا انا عايز ابعد شويه عن الدور الشرير. فبحاول قد ما اقدر ان اخد حاجه ما تبقاش كده. الحمد لله السنه دي اثبتت ان انا اقدر اعمل دراما. بس انا بالنسبه لنفسي الكوميدي اصعب. فانا عايز اثبت ان انا ممكن قادر تعمل حاجه تانية كمان مختلفه. هوبفلي يحصل. لان كمان المسلسلات الكوميدي والرومانتك والحاجات اللي هي الخفيفه قلت قوي. يعني بقى كل الناس دلوقتي عايزه تعمل دراما وكابه سبيشال في رمضان. رمضان يا جماعه دي حاجه تهدينا اعصابنا. ايوه بالظبط ايمن نورتنا بجد. مبسوطين قوي ان انت كنت معانا النهارده. حظكم حلو ان احنا ما لحقناش ندوق. لا هندوق. لا هندوق. احنا هندوق ولو من الحلقه الجايه.